وبالتالي أنا أعتقد اليوم تعدد الخطاب السياسي في العراق ربما يجعل الصورة منوعة أكثر منها متناقضة. يعني نحن اليوم لدينا خطاب حكومي، ولدينا خطاب إطاري إذا جاز القول، ولدينا خطاب فصائل المقاومة، كل منها لديه خطاب سياسي أحيانا ينعكس على الأرض، فتبدو لنا المواقف متنوعة أكثر منها متناقضة. بمعنى الخطاب الإطاري عبر عنه السيد هادي العامري قبل أيام عندما هاجم الوجود الأمريكي وهاجم الوجود الأجنبي، وقال أنه لا يستند إلى أي أرضية قانونية وليست ولا أي شرعية سياسية ويجب أن يغادر البلاد. في حين في نفس الوقت كان السيد محمد شاع السوداني يلتقي بالسفيرة الأمريكية في بغداد، وخطاب الحكومة كان واضح أنه حمل الطرفين انتهاك السيادة العراقية، وأن كلاهما يعني فصائل المقاومة والحكومة الأمريكية يتقاتلان على الأرض العراقية دون يعني العودة إلى الحكومة أو استشارتها. بالمقابل خطاب فصائل المقاومة التي هي حقيقة يعني هي تمتلك رؤية إيديولوجية ترتب عليها تكليف شرعي في ضوء المدرسة الفقهية التي تنتمي إليها، فهي بالتالي لا تنتمي إلى خطاب حكومي ولا إلى خطاب إطاري. ولكن هذه الرؤية الإيديولوجية من الممكن أن تجر البلاد نحو الخراب أستاذ هشام، أليس كذلك؟ يعني سيدي هذا الواقع الموجود في المنطقة. طيب لا يعني نحن جزء من المنطقة، فبالتالي هذا الواقع الآن موجود في المنطقة. لدينا خطاب فصائل مقاومة، لدينا خطاب حكومي، لدينا خطاب إطاري. ربما يمكن الخطاب الإطاري ربما سابقا حقق نوع من النجاح عندما استطاعت الأجنحة البرلمانية لفصائل المقاومة المسلحة أن توجد قرارا في البرلمان بإلزام إخراج القوات الأجنبية من العراق، وإن لم ينفذ ولم يقع على الواقع، لكنه كان حقيقة انتصار سياسي ومعنوي أكثر منه انتصار حقيقي على أرض الواقع. طيب تبقى اليوم المشكلة أنه عملية ما نفهمه نحن من تخبط في المواقف أو في القرارات هو حقيقة تنوع، وهو عملية توازي. يعني اليوم إحنا عندنا توازي في المواقف، هذه المواقف لا هي تسير إلى التقاطع ولا هي تسير إلى الانسجام. طيب طيب أستاذ هشام.